دكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزاره الصحه والسكان. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، تحياتي لحضرتك وللمشاهدين حضرتك. يعني احنا مبدئيا الحقيقه بنسمن جدا لقاء معالي الوزير بقداسه البابا تواضروس، والاتفاق على ملامح هذا التطوير دي بادره طيبه جدا من وزاره الصحه والسكان. يعني هو الحقيقه انه قداسه البابا تواضروس من اكبر الداعمين لمنظومه الصحه في مصر وللمبادرات الرئاسيه التي تستهدف الصحه العامه وللخدمات التي تقدمها وزاره الصحه. دعم الحقيقه لا يقتصر على الدعم المعنوي، ولكن هناك ايضا دعم مادي كبير من خلال التنسيق ما بين الوزاره والكاتدرائيه. ويمكن النهارده كان موضوع الحديث الاساسي او الاول هو تطوير المستشفى القبطي اللي انشئت في عام 1926 بالتبرعات الخيريه من احد الجمعيات القبطيه الخيريه والمصريين لتقديم الخدمه لاهالي منطقه وسط البلد والمترددين عليها. الحقيقه هناك مشروع طموح تم مناقشته لتطوير المستشفى لتناهز الأكواد العالمية مع الحفاظ على الطابع المعماري الأثري المميز لهذه المستشفى. ولهذا كان الاتفاق مع قداسة البابا أن يبقى في لجنة مشتركة من مهندسي الكنيسة ومهندسي وزارة الصحة عشان هذا التصوير، اللي البابا الحمد لله وعد بدعمه دعما كبيرا. وكان أيضا من المواضيع اللي تم مناقشتها القوافل الطبية. طب قبل ما اسيب، استاذن سعادتك، قبل ما اسيب موضوع المستشفى، يعني حضرتك كده بتقول لنا انه بعد التطوير ممكن هنفتتح بقى 100 عام على المستشفى القبطي، يعني ما دام ابتدى 26، هل الفتره اللي تم الاتفاق عليها تكون في خلال قد ايه تقريبا؟ يعني زي ما حضرتك قلت ان شاء الله يكون الافتتاح مع المئويه الاولى للمستشفى، والمئوية الثانية بتشهد التجديد لهذه المستشفى العريقة خلال، احنا النهارده داخلين على 24 بالظبط، ان شاء الله على المئوية الثانية اللي افتتحت فعلا 1926، فيبقى الافتتاح الثاني ان شاء الله او التطوير في خلال المئوية الأولى للمستشفى. طب دكتور حسام، يعني هل سيغلق المستشفى تماما للتطوير ولا ايه الخطة؟ هيعمل بطاقة أقل ولا إيه؟ هو العادة التي جرت عليها وزارة الصحة تطوير وإحلال المستشفيات إن إحنا ما بنلجأش للغلق إلا يمكن في المراحل النهائية التي لا يمكن معها الاستكمال العمل إلا بالإغلاق، وده بيبقى في آخر 3 أو 4 أشهر. لكن جرى العادة على المستشفى بتعمل مع وجود تطوير لحد ما يبقى باقي على التطوير اللمسات النهائية اللي محتاجة إلى غلق لمدة 3 أو 4 أشهر، بعد كده بيتم الافتتاح. لكن ما بنقعدش نقفل المستشفى طول الفترة، لأنه الحقيقة المستشفى بتقدم خدمات مهمة واستمرار العمل فيها مهم لأهالي الحي والمتربين. أيوة بالظبط، دي النقطة اللي حضرتك لمستها في الأول، المستشفى بتقدم خدمة بالأساس للمنطقة المحيطة، فهيبقى يعني لا قدر الله غلقها هيكون بيأثر كتير على مواطنين من أهل المنطقة دي، ومنطقة كبيرة ومزدحمة. طيب بالنسبة بقى يا فندم للاتفاق على القوافل الطبية في الكنائس والأديرة، اتفضل. يعني هو الحقيقة أنه هذا العمل هو عمل قائم ومستمر، لكن كان الاتفاق على توسعة وزيادة أعداد القوافل وزيادة وجهتها كمان، بحيث أن هي تشمل عدد أكبر من القوافل، عدد أكبر من الأديرة، وخاصة في الأماكن البعيدة عن العمران التي تحتاج إلى خدمات صحية يمكن بعدها عن العمران ما بيوفرش نفس القدرة على تقديم هذه الخدمات. وعشان كده بيتم الاستعاضة عن ذلك بالقوافل الطبية المشتركة ما بين الكاتدرائية وما بين إدارة القوافل وزارة الصحة. أنا بشكر حضرتك على وجودك معانا يا دكتور حسام، وأتمنى إنه يبقى في وقت إن إحنا نتكلم مع حضرتك في فقرة خاصة تنورني في الاستوديو، أو إحنا حتى نيجي لحضرتك الوزارة نتكلم عن هموم الصحة والمواطن المصري. نتشرف يا فندم، نتشرف. طيب يا فندم، أنا أستأذن حضرتك، زملائي في الإعداد ينسقوا التوقيت المناسب لحضرتك. بشكرك جدا دكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان المصري.